نار وغضب، قراءة أولى في كتاب مايكل وولف عن الرئيس ترامب. في كتاب دلوقتي هو أشهر كتاب في العالم على موقع أمازون، واخد بيست سيلر. هذا الكتاب كتير جدا من صحف العالم نشرت مقتطفات لهذا الكاتب ولهذا الكتاب. الكاتب اسمه مايكل وولف، ده كان بيكتب في مجلة اسمها نيويورك، مجلة نيويورك وليست صحيفة نيويورك تايمز. كان بيكتب في الجارديان، USA Today، بعض المؤسسات الإعلامية استضافته أكثر من مرة، وله كتاب مثير للجدل عن مردوخ إمبراطور الصحافة. فاجئنا في أول 2018 بهذا الكتاب عن أول سنة في حكم الرئيس دونالد ترامب. قال إن هو قعد مع 200 شخصية عشان يعمل هذا الكتاب، وقعد مع الرئيس ترامب نفسه وهو مرشح وهو رئيس أمريكا 3 ساعات. إلا إن الرئيس ترامب قال عمري ما قابلته قبل كده ورفضت أقابله في البيت الأبيض. فالكاتب بيقول قابل ترامب 3 ساعات قبل ما يبقى رئيس وبعد ما بقى رئيس، والرئيس ترامب بيقول ما حصلش وده كاتب كذاب وبصوا على تاريخه السيء. محامي ترامب رفع دعوة قضائية لإيقاف الكتاب، فدى الكتاب شهرة كبيرة جدا، بقت فيه طوابير في أمريكا لشراء هذا الكتاب المهم عن البيت الأبيض أو عن الرئيس ترامب في البيت الأبيض في العام الأول. الرئيس ترامب بيعتقد أو عنده يقين إن آل كلينتون والحزب الديمقراطي وراء هذا الكتاب، عشان كده FBI بدأت تعمل تحقيق رسمي عن أداء مؤسسة بيل كلينتون، وفي كلام عن فساد في هذه المؤسسة. الصحف بتقول إن ده بإيعاز من الرئيس ترامب، وبدأ الانتقام من الكتاب والانتقام من آل كلينتون. ما هو أبرز ما جاء في هذا الكتاب؟ نقاط عديدة، نختار منها 5 نقاط. النقطة الأولى، هو بيؤكد الكاتب اللي قعد مع 200 شخصية منهم ستيف بانون اللي كان كبير المخططين الاستراتيجيين، منهم أيضا ابنة الرئيس ترامب إيفانكا وزوجها وشخصيات كتيرة جدا مهمة. بيقول إن الرئيس ترامب نفسه زي ما قلت لحضراتكم، فبيقول إن الرئيس ترامب وحملته لهم صلة بروسيا عبر الحملة الانتخابية. يبقى إذن هو بيعزز الشكوك بشأن علاقة الرئيس ترامب وحملته بروسيا. نمرة 2، بيقول إن المخابرات البريطانية تجسست على برج ترامب ضد الرئيس ترامب، وإن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق نبه الرئيس ترامب، وإن هو كان طموحه يكون مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، إلا إن توني بلير قال إن ده كلام ما حصلش. نمرة 3، قال إن إيفانكا ترامب بتخطط تبقى رئيسة أمريكا، إن مش هيلاري كلينتون اللي كان عندها هذا الطموح فقط، وإنما الطموح ده موجود عند إيفانكا ترامب، وإنها بتخطط تكون رئيسة أمريكا في المستقبل. نمرة 4، بيقول إن كمان في رئيسة محتملة لأمريكا في المستقبل هي سفيرة أمريكا ومندوبة أمريكا في الأمم المتحدة. كانت نائبة في مجلس النواب، كانت حاكمة لكارولينا الجنوبية، وكانت أيضا من أسرة بسيطة، ناس من الهند من طائفة السيخ راحوا إلى أمريكا، إنما هي بعد كده شقت طريقها وتعلمت بطريقة كويسة وأصبحت فيما بعد نائبة وحاكمة. ثم كان طموحها تبقى وزيرة خارجية، إنما جات مندوبة لأمريكا في الأمم المتحدة. الكاتب بيقول لديها طموح شيطان، وإن هي بتخطط تبقى رئيسة جمهورية في المستقبل، وإن هي على الأقل الخطوة القادمة ممكن تكون وزيرة الخارجية مكان تيلرسون. نمرة 5، ترامب مضطرب عقليا. الكتاب بيقول، كل الكتاب ماشي في خط أساسي، إن ترامب مضطرب عقليا وإنه مش مؤهل لحكم أمريكا، مش بس سياسيا أو فكريا، لأسباب عقلية متعلقة بأن قدراته العقلية فيها اضطراب. ده الكتاب بشكل رئيسي ماشي في هذا الخط. لما الرئيس ترامب رد وقال أنا عبقري، هو رد عليه وقال أنا متأكد 100% إن كل الناس اللي قابلتهم قالوا عليه إن هو قدراته العقلية ضعيفة. إذن بقينا إزاء معركة غريبة جدا، إن الكاتب بيقول قدرات ترامب العقلية ضعيفة، والرئيس ترامب بيرد بيقول إن هو عبقري وقدراته الذهنية خارقة. نتكلم أيضا إن ستيف بانون اللي قبل كده الرئيس شكر فيه لما كان أحد رجاله،
ستيف بانون هاجم الرئيس ترامب واتهمه اتهامات كتيرة جدا في هذا الكتاب، ورد الرئيس ترامب وصفه بأنه هو شخص قذر، وأنه هو أداؤه أنه فقد عقله لما فقد منصبه. بتكلم بقى على ألفاظ شديدة جدا، قاسية جدا، لما نلاقي الخطاب الرئاسي كده ونلاقي الخطاب الإعلامي بالمقابل في الناحية الأخرى. الرئيس ترامب قال أن الكاتب مجنون، وأنه مستشاره للشؤون الاستراتيجية السابق قذر، وأن هذه حملة وراءها ناس تانيين، وناس تانيين بيقولوا أن هو عنده قدرات عقلية متراجعة جدا، وأن حتى إيفانكا ترامب بتتكلم عن باباها بهذه الطريقة، وكل كاتب ما يقول لها حصل كذا وكذا تقول أن الرئيس هو اللي عمل كده مش إحنا، تتبرأ من بعض القرارات اللي أخذها الرئيس ترامب. إذن إحنا إزاء كتاب بيتكلم عن السنة الأولى من عصر الرئيس ترامب، نتيجة هجوم الرئيس ترامب عليه أصبح الأكثر مبيعا. الكاتب بيقول أنه متأكد من كل كلمة قالها، وأن ده قد يسقط الرئيس ترامب ولا يكمل رئاسته، إلا أن البعض الآخر بيقول أن الكاتب لا يوثق فيه، وأن عنده خيال، وأن تاريخه في الكتاب أنه كاتب غير منضبط، وأن هو ممكن يرتكب الكذب وممكن يتقول على ناس ما قالوش هذا الكلام. إذن ضجة كبيرة جدا حول كتاب نار وغضب عن العام الأول للرئيس ترامب في البيت الأبيض. في شرح وتوضيح هذا الكتاب، محطة سكاي نيوز عملت تقرير عن بعض مما جاء في هذا الكتاب المثير للجدل.